احتفت السلطة المحلية بحضرموت وقيادة المنطقة العسكرية الثانية بالذكرى الخامسة لتحرير مدينة الموكلا ومدن ساحل حضرموت من قبضة الإرهاب بحضور رئيس حكومة المناصفة معين عبد الملك في قاعة المسرح الوطني بالموكلا. بشكل مغاير هذه المرة الاحتفال بذكرى 24 من إبريل تختلف عن سابقاتها. الطابع الرسمي الذي أضفته حكومة المناصفة في احتفالات إبريل ذكرى تحرير مدينة الموكلا من قبضة الإرهاب بحضور رسمي لرئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك. الدخول المهيب والكرنفال الرسمي قبل بدء الاحتفال والحضور الكبير للقادة والضباط العسكريين والشخصيات الاجتماعية كلها تجليات لأهمية الذكرى وأهمية إحيائها. إن كل تلك الانتصارات كان ثمنا لها المئات من الدماء الزكية الطاهرة، وفي هذا الأطار نطالب القيادة العسكرية والسلطة المحلية وأخوتنا في التحالف العربي بالاهتمام بأسر الشهداء والجرحى وأن ننشئ صندوق خيري لرعاية أسر الشهداء والجرحى عرفانا لدورهم البطولي ولأنهم أفضلوا مننا لأنهم قدموا الأرواح غالية. قال تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا صدق الله العظيم. انطباع مختلف للسلطة المحلية في المحافظة واستعراض لأبرز المنجزات التي تحققت خلال ذكرى إبريل والتضحيات الجسام التي بذلت من قبل شهداء النخبة الحضرمية. الاحتفال الرسمي لم يغفل أشد اللحظات وأسوأها، إبان تحرير الموكلا من عناصر تنظيم القاعدة، فعبر فيلم قصير يحكي قصة الظروف الصعبة التي مرت بها المحافظة طرحت المنطقة الثانية إسهاماتها خلال تلك الأيام. تهل علينا الذكرى الخامسة ليوم النصر وتحرير مدينة الموكلا. حاضرت محافظة حضرموت في 24 من أبريل 2016 في ظروف غاية من الصعوبة والتعقيد يشهدها الوطن عموما ومحافظتنا خصوصا، وذلك بفعل ظروف الحرب التي أثرت سلبا على كل مناشط وفعاليات الحياة العامة. وفي هذه المناسبة اسمحوا لي أن أتوجه إليكم باسمي شخصيا وباسم السلطة المحلية وقيادة المنطقة العسكرية الثانية ليحييكم وأهنئكم بهذا الذكرى المجيدة وأنقل إليكم ومن خلالكم إلى أبناء محافظة حضرموت عموما داخل الوطن وخارجه تحيات وتهاني وتبركات خامة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة. إن ما يميز احتفالاتنا هذا العام هو أن يكون بيننا الأخ العزيز الدكتور معين عبد الملك رئيس الوزراء وجمعا من الوزراء والمسؤولين المرافقين له، مما سيفضي على فعاليات احتفالاتنا هذا روح تضامن القيادة السياسية العليا مع السلطة المحلية والمواطنين في حضرموت، وهو تعبير عن تقدير القيادة السياسية لما اعتمل في محافظة حضرموت. كما أننا احتفلنا اليوم بالذكرى 24 لإبريل 2016 بعد مرور 5 أعوام عن انتصارنا على قوى الشر والعدوان. الدروس المستفادة من حادثة سقوط الموكلا بيد عناصر تنظيم القاعدة والفوائد الجمة بعد تحريرها كلها سلسلة أحداث عرجت عليها رئاسة الوزراء متطرقة إلى الجهود المبذولة آنذاك. الملحمة اللي حدثت واللي قال فيها أبناء حضرموت ونخبة حضرموت كلمتهم بدعم وتخطيط ملحمة مع أشقائنا في التحالف العربي، لذلك عندما نتذكر كل هذه الملاحم وملحمة الموكلا تختلف لأنها كانت غاية في الدقة والتخطيط أن يتم تحرير الموكلا بهذه السرعة وبدون أن تتدمر المدينة. لكن عارفين في وقتها أنه كان هناك تخطيط لتفجير عدد من المباني أن يتم هذا التحرير بكلفة
بشرية باهظة. النصح على كابوس بأن المكلا تدمر فيها مناطق كثيرة أو سقط فيها ضحايا كثيرين، لكن كان هذا التخطيط والإعداد طوال عام كامل ثمرته يوم 24 إبريل 2016. اللوحة الختامية لاحتفال التكريم شملت تتويج جهود عدد من الضباط بدروع الشجاعة وميدالية الوفاء التي تقلدوها عن جدارة واستحقاق. لقناة المكلا باسل بامعس